بأي حتة عايز أسألك عليها، ودي حاجة أنا بشوفها في ثقافتنا ومعرفش أنت اتغلبت عليها إزاي في المؤسسات اللي اشتغلت فيها. الصعبانيات، يعني أنا حاسس أني بشتغل بفلوس قليل وواخد فرصة أقل من قيمتي، أنا شايف نفسي دايماً أحسن وأشطر وشايف أن أنا محطوط في مكان مع ناس مش مناسبين. إحنا عندنا شوية حاجات منورة حوالينا طول الوقت مش راضين عنها، وبصراحة جزء منها حقيقي. دايماً بقينا نقول للناس اولا ما تبصش لغيرك، ثانيا لو انت عملت كل ما عليك وحطيت طاقتك كلها هتبان قدام الاتش ار والناس وهيعلوك. فقبل ما تقعد تعيط وشمعنا وانا ولا وبس واصل ومش عارف ايه، احنا بنعمل شغل دايما في شغلي مع الناس، اي حد يقول اي كلمه بالكلام ده بيدفع 25 جنيه الشهر الاولاني، يكون معايا 10000 جنيه بعد كده كله اخر ادب، خلاص بقى اشتغل يا ابني. يعني قبل ما نتكلم في فلوس نوري ندي اول قماش وريني بس ساعتها انت مش هتحتاج تتكلم في الفلوس. حلو. ليه دايما بيقولوا الاتش ار للراجل الباد جاي الشرير في الشركه؟ هو العلم كان كتير كده، لان الاتش ار كان زمان شكله اللي هو اولا شؤون افراد، ثانيا هو كانه الكرباج بتاع الاداره اللي هو بينفذ حاجات الاداره وبس، مع انه هو المفروض بيشتغل لمصلحه الناس. طبعا هو بيشتغل للمؤسسه بناسها، واكبر قيمه وراس مال في الشركه والكابيتال بتاعنا كله هو البشر، هو الاستثمار الحقيقي. فالاتش ار دلوقتي بنسميه بزنس بارتنر، هو دوره ان هو يشوف احسن وسائل يطلع احسن ما عند الناس عشان الشركه كمان تحقق كل اهدافها. والاتش ار الكويس بيعمل كده، وبيتخانق مع الاداره ويتخانق مع الناس ويهزر وينفعل ويطلع بافكار مبدعه عشان كل واحد يكسب، وين وين لازم كده. سؤالي الاخير بقى، لانه نفسي اسالك في حاجات كتير قوي. ربنا يخليك. ينفع مفاهيم ومعايير الاداره العالميه العظيمه دي تتطبق على مؤسسات حكومية معظمنا عارف مشاكلها وعارف تحدياتها؟ يعني أنا كتير في حياتي قابلت رؤساء مؤسسات حكومية يقول لي مش عارف أشتغل، متكتف، معايا ناس مش بيعرفوا يأدوا. لما يقول لك بعد كده تاني هتقولي له نقول الكلام ده في الاسم. لأن واقعيا أنا زي ما أنت عارفة أنا بشتغل كتير في عدة هيكلة مؤسسات، اشتغلنا كتير جدا مع وزارة التجارة والصناعة، مع وزارة التعليم، مع التعليم الفني. كم الشباب اللي داخل في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إعادة هيكلة هيئة التأمينات، الشباب الصغير بيطلع بأفكار زي الفل، والقيادات اللي عايز حاجة يعملها في ظل القوانين بيعملها. في 60 آلية جوه القوانين بس الناس ما بتذاكرش، الناس بتستسهل. المواطن العميق اللي في النص ده لو بس يثق في المنظومة يحط كل ما عنده. لا طبعا، بالعكس أنا عايز أقول لك المدة اللي فاتت واللي احنا شايفينه في التغييرات اللي بتحصل في أجهزة حكومية كتيرة جدا، اسرع واكثر ثباتا واستقرارا من القطاع الخاص، ودي حاجه مبشره جدا. يعني انا اتمنى دلوقتي القطاع الخاص هو اللي توتالي شغال بدماغ الراجل الكبير. الحكومه ما بقتش كده، الحكومه بقت فعلا قيادات كتيره وناس بتشتغل وناس كتيره من القطاع الخاص المحترفين جدا، عمل مؤسسي حقيقي حقيقي فعليا يعني.